ختامها مسك الليلة، ختامها مسك مع المطرب والفنان القدير نور الدين الباجي. نور الدين، قبل ما نودعك يا نور الدين، لأنه الغناية هذه مش خليوها في جينيريك النهاية، كلمة الليلة نحب نقول فهمت يعني الشعب التونسي أنه كنا توانسة فن الكل ليكم، يعني بالنسبة للتنمية الكل ليكم، ما يفرقنا حتى حد، العمل ثم العمل ثم العمل وقيد خدمة معناتها يزينا من الكلام تو كان الخدمة. على كل تحية كبيرة للمجموعة الموسيقية، تحية كبيرة لهم، شكرا لكم. أيضا الجمهور الحاضر معنا هذا المساء، السادة المشاهدين، السادة المشاهدين في ديارهم، مع تحية كامل الفريق التقني. ختامها مسك يا مسافر وحدك الفنان القدير نور الدين الباجي. صدري دقت على صدري وقالت لي افتحوا، دقت على صدري وقالت لي افتحوا، كان مطرحه دقت على صدري وقالت لي افتحوا تشوف قلبي كان بعده مطرحه قلتلها عالبال عالبال، قلتلها عالبال دورة النهرين يملوني يمكحلين العينين، قلبك عالبال عالبال يا عصفورة النهرين
يا ملوني يمكحلي العيني، صار لي عهالمفرق، صار لي عهالمفرق دنا التعوان، وما كنت استهدي عبيتك للتعوان، وما انت عارف ليش صلي على المفرق للتعوان، انت عارف ليش عفرت خيال الشمس على المفرق ورف الاحساسين اللي زاد فلت، وما كنت استغدي عيتك تحت على العيني يا عفورة النهرين.
Oh,